ونتحول الآن إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. باقة من أخبار الرياضة بصحبة مصطفى ميزار. مرة أخرى إليك مصطفى. شكرا من جديد محمد عبدو. شكرا سحر ناجي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثانية، نستعرض فيها أحوال الكرة وعالم الكرة في نشرة التاسعة. تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتحديد يوم 14 من يونيو القادم موعدا لمباراة المنتخب الوطني أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023. كما تضمن الخطاب إقامة مباراة غينيا في 9 مساء بتوقيت القاهرة بملعب مراكش بالمغرب. فاز المصري البورسعيدي على مضيف الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 29 من الدوري الممتاز، وبهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 40 نقطة في المركز السادس. كما يحل الزمالك الآن ضيفا على الداخلي على ملعب السويس الجديد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى التقدم الزمالك بهدف نظيف. يستضيف الأهلي غدا فريق إنبي على استاد القاهرة الدولي في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل سموحة ضيفا على فاركو على استاد الأسكندرية، بينما يلتقي أسوان مع البنك الأهلي على استاد أسوان. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إسناد مهمة إدارة المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى الحكم البولندي سيمون مارتشنياكوا. من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في 10 من يونيو القادم. انتهت هذه الوقفة في أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا، ونعود لاستكمال نشرتنا مع محمد وصحر. شكرا لك مصطفى ميزر.